هلا والله بالشباب، حياكم الله في فيديو جديد من لعبة وور ثاندر موبايل. افضل دروع ليفل 7 باللعبة، وطبعا بليفل 7 راح تفتح لك اكثر من قطعة واكثر من درع، فما هو الافضل؟ وحتى ما تصرف فلوسك وما تدوخ راح نشرحها، راح نفصل القطع ونشرح الافضل ليش اختارينا القطع المعينة هذه مثلا. فلايك ومشاركة جدا مهم يا شباب، وتعال وياي وركز زين باللي راح اقوله من خلال هذا المقطع. بالليفل 7 يا شباب عندنا تفتح الدروع الألمانية البانثر مع مشتقاتها البانزر، وكذلك التايجر 2، وكذلك الأوستوند. نعرف الدروع الألمانية تمتاز بالإمكانيات الرهيبة، مدفعية القوية، الدرع الجيد لكنها ثقيلة الحركة. حلو، فانت اذا تيجي من عشاق الدروع الألمانية فممكن تاخذ الدروع الألمانية هنا، والسعر قدامك 636 الف سيلفر. لكن تحسب حساب انه عندك قوة نفس الوقت عندك ضعف. القوة هنا بدمج المدفع وبعض الدروع الأمامية، خصوصا التايجر صعب الاختراق بها، فهنا انت مسيطر. لكن حركة البرج بطيئة، حركة الدرع بطيئة، هنا ممكن تعرض الى تفجير اذا التفت عليك الدروع السريعة وتفجرك من الجوانب. يعني على سبيل المثال التايجر 2 فعندك الجانب هذا يم البرج الفوق واسفل، هذا كله بضربة واحدة يتفجر مباشرة يا اصدقائي. ولو نأتي الى الدروع البريطانية، فتعال الدروع البريطانية عندنا البلاك برينس، وعندنا الشرش او سنشيرو، وعندنا كذلك الريتال، وعندنا الدفاع الجوي ياستر فارك. طبعا للامانة الدروع البريطانية بهذا الليفل ممكن اني اني اتوقع المميزة الوحيدة بهن هي البلاك برينس. الباقيات ما حسيتن قويات، انا جربتن بالالفا. فان هنا الدروع الالماني البريطاني عفوا استبعدهن بشكل كامل. نأتي على الدروع السوفيتية واللي اني افضلها بعد تجربتي بالالفا وبالبيتا وبالنسخة العالمية، اختاريت الدروع السوفيتية. الدروع السوفيتي تمتاز بشغلتين مهمة جدا، قوة المدافع وسرعة القطع بها، خصوصا التي 34 يعتبرها الحصان الاسود بليفل 7 بكل القطع الاخرى. سرعة، مناورة بالحركة، برج يلتف بشكل جيد، خلية مدفعية ممتازة جدا بها. وهذا الدرع وهاي القطعة اصدارها الاخير هي الافضل بفئتها، وانا اقول لك من تاخذ السوفيت وهاي الدبابة خصوصا راح تستمتع كثيرا وتسهل عليك الصعود بهذا الليفل. ايضا الاسيو مدفع الثقيل ذو 100 ملم مدفع مالته مدمر جدا، مرعب كبير وخطير، فايضا يساعدك بهذا الامر. والاي اس 2 الدبابة الثقيلة ذو مدفعها 120 ملم، ماكو داعي الحاجة نحكي انه هاي دبابة مرعبة بكل المقاييس. والزاز 37 دفاع جوي بمدفع 37 ملم، صراحة وللأمانة المدفع يقدر يفجر الدروع الخفيفة، وممتاز جدا بإسقاط طائرات المهاجمة اللي تجيك تقصفك. فهنا يا شباب ومن هذا الأمر راح أقولكم انه الدروع السوفيتية انا افضلها بعد تجربتي، واتي بعدها تحديدا الدروع الالمانية، واخلي اخر خانة هي الدروع البريطانية. اللي ليفل 7 واصل شنو راح يشتري وشنو بباله يكتب لي بالتعليقات بعد ما شاف فيديو، واللي عبر ليفل 7 يكتب لي بالتعليقات شنو كان يستخدم يا درع وساعده، واللي قبل ما يوصل ليفل 7 بعد حد الان فهو شاف الفيديو عرف الامور. لا تنسوا لكم مشاركة، وفي امان الله.